صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جئت إلى الدرس بين صلاة العصر وصلاة المغرب، هل أجلس مباشرة من دون أن أصلي ركعتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت؟ وهل إذا داومت على ذلك يكون علي شيء؟ إذا كان الوقت متسعا للصلاة هذا محل خلاف، محل خلاف. إن جلست أنت لك سلف في هذا ولك دليل، وإن صليت لك سلف ولك دليل، فلا ينكر على من جلس ولا على من صلى إذا كان الوقت متسعا. ما إذا كان الوقت ضيقا قرب الأذان فلا تقف إلى أن يؤذن، ثم بعد ذلك تصلي، تخرج من الخلاف. نعم.